خلينا نروح كمان، عايزين زي ما انضمنا طبعا الصبح شريف شعبان، واتكلم طبعا حوار رائع جدا مع طاهر محمد. طاهر هيكون معانا دلوقتي نطمن اكتر على تدريب فريق نادي الاهلي النهارده. شريف برحب بيك. هنحاول نرجع لشريف شعبان تاني. خليني برضو أقول لحضراتكم أن النهاردة أكيد أكيد إحنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. النهاردة بقى ما فيش أهلي وزمالك وبيراميدز والمقاولين، النهاردة طبعا كله تحت اسم منتخب مصر. المباراة مهمة، مهمة جدا بالنسبة لينا كجماهير كمصريين، مهمة جدا لأنه بطولة أفريقيا دي غالية علينا جدا. إحنا بنتكلم على تصفيات أفريقيا بعد بطولة فاتت الحقيقه كنا بنتمنى ان احنا نوصل فيها لابعد من كده، كنا بنتمنى ان احنا نفوز بالبطوله وده اللي احنا متعودين عليه. بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، بنتمنى ان النهارده يظهر المنتخب بشكل احنا حابينه، بشكل كويس جدا، مش بس المكسب. دايما بنقول ان احنا عايزين كمان نشوف اداء حلو من المنتخب. احنا مش بنتكلم في ان احنا في مجموعه كبيره، بالعكس احنا معانا توجو، جزر القمر، كينيا، بنتكلم على فرق طبعا مع كامل الاحترام ولكنها مش الاقوى طبعا في التصفيات الافريقيه ولا في افريقيا بشكل عام. فعشان كده بنتمنى ان شاء الله نقدر نفوز بالمباراتين دول. طبعا وقت المباراتين يمكن ضيق جدا، 3 ايام بس، وطبعا هيبقى حاجه مرهقه بالنسبه للعيبه انه في القاهره وبعدين يسافروا توجو، ولكن هي دي كره القدم ولعبتنا قدها وقدود، وباذن الله ان شاء الله ان احنا نشوف النهارده اداء مشرف وكمان نتيجه. خلونا نرجع تاني لمراسلنا شريف شعبان. شريف سامعني؟ مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ساره، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ورب باذن الله النهارده يكون يوم سعيد لكل جماهير الكره المصريه ويفوز منتخبنا المصري الاول باذن الله. بنتمنى طبعا يا شريف، وعايزاك النهارده تطمني على التدريب بشكل عام واهم الملامح واهم التعليمات من موسيماني للعيبه. يمكن موسيماني لسه مغادر المختار التتش من منذ قليل، يمكن الراجل بيبقى حريص يجي اول واحد ويمشي اخر واحد، يمكن كان في اجتماع مغلق مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ منذ قليل، يمكن بعد انتهاء المران، يمكن المران انتهى منذ فتره كبيره، ولكن موسيماني بيبقى حريص يقعد يناقش كل صغيره وكبيره مع مدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ. يمكن المران بدا في الساعه 3 عصرا، كان بدا بتدريب بدني قوي جدا واختمه، او يمكن في وسط المران كان في تقسيمة على وسط الملعب للفريقين الموجودين مع فريق النادي الاهلي. النهارده الاهلي اجرى الرابيد تيست اختبارات الكورونا حرصا على سلامه كل لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي حريص كل فتره يكون في اجراء اختبار الرابيد تيست حرصا على طبعا سلامه اللاعبين، ودايما التحذيرات لكل لاعبي النادي الاهلي من قبل الجهاز الاداري طبعا بقياده الكابتن سيد ان لازم يخلوا بالهم من الاجراءات الاحترازيه، لان طبعا احنا في موجه ثانيه للكورونا، يا رب باذن الله تعدي الموجه على خير باذن الله ويكون السلامه لكل لاعبي العالم مش مصر بس طبعا. يمكن ده كان ابرز ما جاء في مران اليوم النهارده، كله بيستعد لمباراه النهائي الافريقي اللي هتكون يوم 27، مباراه الكاس يوم 21، الى الان لسه ما تحددهاش ميعاد رسمي، فالى الان احنا المباراه الرسميه الاولى هتكون يوم 27. الراجل شغال على تكتيك المباراه من دلوقتي، بيحفظ اللعيبه اللي يقفوا ازاي، يحركوا ازاي، التسلم والاستلام ازاي. موسيماني بيساب حاجه للظروف اللي ما بيتكلم في كل كبيره وصغيره عن مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون باذن الله يوم 27 على استاد القاهره الدولي. عايزاك كمان يا شريف تطمني على حسين الشحات، تقول لي اخباره، نطمن الناس عليه، وكمان رامي ربيعه اللي بقاله فتره رجع للتدريبات الجماعيه، ولو كريم ندبت كمان. يمكن رامي ربيعه وحسين الشحات بيأدوا تمرينات قويه جدا ما شاء الله مع باقي زملائهم، يمكن لهم 3 4 ايام في التمرين بشكل طبيعي جدا. رامي وحسين جاهزين بنسبه 100% باذن الله لاي مباراه مقبله للنادي الاهلي. كريم ندفت بدا المرحله الثانيه من علاجه، يمكن بيلف حوالين ملعب التتش، يمكن بدات رجوعه تستجيب للعلاج المرحله الثانيه. يمكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، كريم حالته مطمئنه جدا جدا جدا، وقريبا جدا باذن الله هنلاقيه موجود مع باقي زملائه في تمرينات النادي الاهلي بصفه طبيعيه باذن الله. يا رب باذن الله. طمني برضو كده على، قول لي استقبال اللعيبه كانت ازاي لطاهر محمد طاهر النهارده؟
يا طاهر عنده رهبه، طاهر قال انا عندي رهبه من ما شاف زملائه في تمرين اليوم، دخل غرفه الملابس وسلم عليهم لاعب لاعب وممكن يستقبلوه بحراره كبيره جدا ولاقه ارحاب كبير جدا، حس يعني ان ما فيش غربه يعني، قال لي على طول بيسلموا عليا ودخلوني في الاجواء سريعا. مدير الكره طبعا الكابتن سيد حرسي يكون في جلسه مع طاهر محمد طاهر، ايضا موسيماني حرس ان يعقد جلسه مع اللاعب وباذن الله يكون موجود في مران يوم الثلاثاء، لان يوم الاثنين احنا زي ما عارفين اجازه، بكره التمرين هيكون صباحا. ولكن طاهر انسجم بسرعه وبدا يخش بسرعه على اجواء النادي الاهلي، وفرحان جدا من استقبال لاعبي النادي الاهلي ليه والجهاز الفني والجهاز الاداري لطاهر محمد طاهر. وبالنسبه لتمرين حراس المرمى اخيرا، تمرين قوي جدا يمكن شارك فيه علي لطفي واربع حراس ناشئين صاعدين وقاعدين، يمكن كان على راسهم طبعا احمد طارق سليمان، يمكن على طول متمرس في الفترات الاخيره او في الموسمين الاخرى يعني موجود في التمرين الاول، ولكن كان في ثلاث وجوه جداد مع احمد طارق وعلي لطفي، ادوا تمرين قويه جدا يمكن تالقوا فيها الخمس حراس، يمكن علي لطفي ما شاء الله واحمد طارق النهارده لفتوا الانظار في التقسيم النهارده بكل قوه. بشكرك جدا شريف شعبان مراسلنا.